ويعتزم قادة دول مجموعة ال20 الإعلان عن منح للاتحاد الإفريقي وضع العضوية الدائمة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساع إقليمية ودولية لتعزيز التعاون مع القارة الإفريقية ومناقشة مختلف الملفات محل الاهتمام المشترك. في خطوة تسهم في تعزيز وصول أصوات الدول الإفريقية على الساحة الدولية، جاءت موافقة مجموعة ال20 على منح الاتحاد الإفريقي وضع العضوية الدائمة، خطوة تمنح الاتحاد الإفريقي المؤلف من 55 عضوا والمصنف حاليا على أنه منظمة دولية مدعوة، خطوة تمنحه الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، خطوة تعزز وجهة النظر الإفريقية خصوصا في قضايا حيوية مثل تغير المناخ والديون وقضايا الغذاء والطاقة والتنمية المستدامة. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يستضيف قمة مجموعة ال20 وضع منح العضوية الكاملة للاتحاد الإفريقي على رأس أولوياته، وكانت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا أيضا ممن أيدوا عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة ال20 خلال الاجتماع الأخير لمجموعة ال7 الذي عقد في اليابان منتصف مايو الماضي. وفي أول مايو خلال زيارة لمقر الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا دعم المستشار الألماني أولاف شولتس بقوة دعوات حصول الاتحاد الإفريقي على عضوية دائمة في مجموعة ال20 بهدف منحه نفوذا أكبر في الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ. وقال شولتس إن إفريقيا يجب أن تلعب دورا دوليا أكبر يعكس أهميتها المتزايدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب ومنقسم على نفسه بشكل متزايد. ويعتزم زعماء أوروبيون عقد اجتماع رفيع المستوى مع الزعماء الأفارقة على هامش قمة ال20، حيث سيتضمن الاجتماع الأوروبي الإفريقي الذي يطلق عليه اسم القمة المصغرة يتضمن مناقشة عواقب الأزمة الأوكرانية إضافة إلى مناقشة جهود إصلاح الهيكل المالي العالمي وتحسين ظروف الاستثمارات الخاصة ومشروعات البنية التحتية في إفريقيا، بالإضافة إلى الوضع في منطقة الساحل الإفريقي.